مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات اون تايم سبورتس من مدينة العلمين الجديدة، ومستمرين معاكم في تغطيتنا لمهرجان العلمين الجديدة في الأسبوع الثالث. يمكن أنا يعني وصلت حديثا للعلمين الجديد، لكن حقيقي أنا منبهر. كانوا اللي أنا شايفه ده حاجة بصراحة أبهرتني جدا، ملاعب في كل حتة، الكرنفال والفيستفال حقيقي ممتاز رائع. طه، فاكر لما كنت بكلمك امبارح قلت لك يا طه هتيجي مش هتصدق اللي بيحصل، الاجواء مرعبه، يعني كل حاجه، الاتموسفير حلوه قوي، الفايبس كمان، انت بتيجي تحس ان انت عندك طاقه كده وعايز تعمل حاجات. عايز اقول لك احنا مثلا حوالينا هنا، احنا في السبورتس ارينا، وانت اكيد شفت بقى بعينيك النهارده مثلا. فعلا انا شفت الملاعب في كل مكان، والميزه كمان انك تقدر تخش تلعب الرياضه اللي انت بتحبها، ملعب مفتوح خش على طول في نفس اللحظه. حاجه جامده جدا، يعني هنا مثلا ملعب الباسكت بول كان فيه لعب من شويه، قبل كده ملعب الكره الخماسيه، اي حد بيجمع صحابه يقدر ان هو يلعب، ويقدر ان هو ينزل الملعب ويلعب براحته خالص جدا. جيمز بقى كتيره جدا، وحاجات للكيدز اريا، وفي العاب كتير قوي، في العاب الكترونيه كمان، وشايف في كل حاجه مكان. وفي كمان البادل بقى، يعني هو احنا يعني بدل ما احنا عاملين نشرح الناس، طب ما تيجي نلعب بادل؟ جاي هتقدر يعني؟ يلا بينا، يلا ادي التحدي، لسه هنشرح، يلا بينا تعال شوف البادل، ادي التحدي، ادي التحدي، خلاص يلا بينا يا جماعه نشوف البدل ونشوف التحدي. من واحده من ملاعب السبورتس اريا هنا في مهرجان العالمين الجديده، انا قبلت التحدي مع كانو ده. خلاص جهزت وبقيت جاهز؟ انا جاهز يا باشا، يلا بينا. انت جاهز؟ انا جاهز، انا لبسته وكله تمام، وانا قبلت التحدي ويلا بينا، وانا المضرب معايا هتخوفني. يلا بينا، يلا بينا. وطبعا كانو خسر التحدي وخسر الجيم، كان لازم يعني خسرت التحدي بس كسبت نفسي. الحقيقه انا عايز اقول برضو، وما بحبش اشتكي بعد المباريات، بس باين قوي التحكيم النهارده ما كانش على ما يرام، يعني النقط غريبه جدا بتحسب ضدنا، وحاجات غريبه بتحسب ضدي، وطه ما اعرفش بقى عامل ايه مع الحكام، بس يعني اكيد الناس اتفرجت وشافت. يعني الناس شايفه في ايه؟ عرق وفي بتاع، انا كسبت من غير مجهود، انا ولا نقطه عرق. انت عشان نشفت بس، عشان هو معفو طه مش معاك. بيقول لك بيحتفظ بقى بالكره، الهاتريك اللي كسب الهاتريك، فانا هحتفظ بالكره المره دي كده، الكره الثانيه مبدئيا. طيب انت خسرت التحدي في البدل، لكن ممكن تتحداني في اي لعبه تانية من اللي موجوده في السبورتس اريا هنا في مهرجان العالمين؟ وانا موافق جدا، حدد اللعب وانا وراك. بعيدا عن التحديات وبعيدا عن الحاجات دي، بجد انا مبسوط جدا، يعني فكره انك تدخل اي ملعب وانت بتلعب على البحر، يا جماعه انتوا متخيلين الفيو عامل ازاي؟ تلعب مع ناس صحابك وبتقدر تعمل الكلام ده بمنتهى الاريحيه والسهوله والبساطه، الموضوع يعني لا صعب قوي، صعب قوي انك تلاقي الجمال ده كله في مكان واحد. الحقيقه حقيقي كلنا مبسوطين، والناس كلها مبسوطه، وانا حقيقي دي بالنسبه لي لا، والتجربه حقيقي فعلا تسعد اي حد. الفيو رائع، المكان رائع، العلمين الجديده واحده من اروع الاماكن حقيقي بجد اللي زرتها، وانت عارف رحنا اماكن كتيره ولا في العالم، فعلا واحده من الاماكن الساحره بجد. هيبقى طه هارد لك، لان انا ما تعودش ان حد يقول لي هارد لك. هارد لك يا كانو، وما تتحدانيش تاني. انتوا كمان ممكن تتحدوا بعض هنا في مهرجان العالمين في السبورتس اريا، وفي فعاليات كتيره هنا في مهرجان العالمين الجديده في مدينه العالمين الجديده. تعالوا واتحدوا بعض وشاركوا بعض، روح رياضيه جميله. وفي واحد هيخسر وواحد هيكسب زي ما انا كسبت كده، وتعالوا واستمتعوا بمهرجان العالمين.